تسجيلات حرز الله هي الأفضل. الحج ودي شاهد أيوه مضبوط، الفيديو موجود. اسمع من فني ومغناي بيحكي علي جاي، ما انت يا قاسم نجار بتغرق في كاسة شاي. العب الو اسمع من المواويل يا بالجلجل يا الاصيل، رحنا على ووترلاند مثل الاطفال عس احاويل. هدي تنعمل هدنه انت بتهتم وانا ببني، خلينا نعمل هدنه. ايوه انت بتهدم وانا ببني، فعلا كنت عسى حاول كنت بلاعب في ابني. الله يحفظه الله يحفظه. حرز الله رحنا عالريحاويه خلصنا ووترلاند يا خيه، شادي طيل عنس والجي وميل على الإسبانية. هاي أبو تغريدة دشرتك رحت لحالي عالإسبانية بتديره، روحتك على بورينو سويت حفلة كبيرة. يا حج وديع يا ابو شريك اسمعني الله يخليك، اخذنا شادي على الأدحى خاف يركب تلفريك. احنا على ريحة قضيناها كرم الله. اسمع اسمع ابو النمر قراره خلي قاسم في داره، اترجيت لابو النمر قلت له بدفع اجاره. هاي محمد يا اخو العريس خليني ساكت فيي وقت اخو العريس هسه بتشاهد. انا واسمع ما بين الحضار يا ابو سليمان النوار، ابو النمر واساله اول ما اتصل عن نجار. اسمعني شو بدي اقول، حكلك طبيعي ومعقول، اتصل على النجار لما ليقي رقمي مشغول. ويا ابو عادل امانه خليك باخواني، شو هالشاعر اللي جاي ابو شريحه خربانه. يا ابو النعمانة يا ابو النمر بهلي وابو عادل عالمستوى، شو رايكم ع تركيا نطلع نزرع شعر سوا. هذول حبايبي جماعتي يعني افهمها، هذول جماعتي اللي بدهم يزرعوا شعر قريبا. اسمع من قاسم نجار كلمة ما بين الحضار، كل القرع بطلع لهم شعر إلا قرعة شاتي أشعار. حياك يا حبيبي الله يسعدك. أنا غلبته يعني استسلم غلبتني قاسم هالخي الحنون هو قلبي والمضمون، شو رأيك تنادي مؤيد
على حد يبلك تكون قصة شادي بحياته واسمعون بساحاته شادي هذا متجوز لكن محكوم من امراته ابو سليمان كان يخوف سليمان اوف اسمعني بين الكرام مش محكوم للمدام هذا كله احترام انت ما بتعرف لا الاسلام اسمع يا ابو سليمان اسمع ابو صالح الطريف الغالي اصرف انت عليه يلا هنا فشل مثل اللي سر اسمع شو بحكي شعر روحوا شوفوا في داره بتلقى شادي ابو بدر هاي مؤيد يا قاسم يا عزابي امشي الخط المستقيم رح يطلب من رام الله حتى عيل صغير يتيم قالت له ما بقبل فيك الا تعمل روجيم قالت بدها هدايا غنينا بكل الزوايا وهل تعلم قاسم نجار وحلم كل الصبايا شباب العريس طالب حدايه فبدنا